تعالى اقول لك انه نقدر نقول انه اصبح هناك في قدر لا بأس به من الوعي لدى الشعوب الأوروبية او الشعوب الغربية اللي حبيت تسميها كده بعدالة القضية العربية من ناحية، وفداحة الجرم الصهيوني ووحشية هجومه من ناحية اخرى. ده كده بنتكلم على المستوى الشعبي. طيب وعلى مستوى الإدارات الحاكمة او الحكومات، اقول لك انه مش كلها على نفس ذات المستوى. يعني احنا مثلا النهارده بنتكلم على المؤتمر الصحفي ولقاء القمه ما بين فخامه رئيس السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فاقول لك والله في توافق ما بين مصر وفرنسا. هل الكل زي فرنسا؟ بالقطع لا، في بقى تباينات. إذن عمليا هناك تناقض ما بين استيعاب لدى الراي العام الغربي، الراي العام الشعوب، وما بين تصورات أو نسق التفكير للإدارات الحاكمة. خليني هنا يمكن أخد معانا على التليفون من واشنطن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد البديوي، وهو المتخصص في الشأن الأمريكي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. عايز أفهم منك شكل التناقض ما بين الرأي العام أو الرفض الشعبي لما يحدث الآن من عدوان وحشي على غزة، وما بين خطوات أو إجراءات أو تصورات الحكومات الغربية. في الولايات المتحدة هناك طبعا انحياز كامل لإسرائيل، وده مش موقف فقط موقف الإدارة الأمريكية، وإنما هو أيضا وعي عام هنا في الولايات المتحدة. طبعا هناك علاقات بنيت على مدى سنوات في الولايات المتحدة، وبعض الخبراء والمحللين يرجحون أنه ربما تحاول الإدارة الأمريكية الحالية إنقاذ نفسها في الانتخابات المقبلة عن طريق دعم إسرائيل، وخاصة ان احنا لم نبص على استطلاعات الرأي اللي احنا شفناها الايام اللي فاتت، انما هي تشير بشكل كبير الى دعم شعبي لاسرائيل. طبعا هذا الدعم لم يتولد من فراغ، وانما نشأ عبر انحياز اعلامي كامل لاسرائيل. فاحنا عندنا استطلاع رأي تم في السابع للتاسع من اكتوبر في فاكس نيوز، وكان بيشير إلى أن 68% يدعمون إسرائيل مقابل 18% فقط يدعمون الفلسطينيين. آخر استطلاعات الرأي التي تمت في الفترة من 16 إلى 19 أشارت إلى أن 63% يدعمون إسرائيل و 11% يدعمون فلسطين. يعني حتى نسبة الفلسطينيين قلت، لكن في 35% يدعمون الطرفين، شايفين ان الطرفين عندهم مشاكل والطرفين ارتكبوا اخطاء، وهناك 18% لم يحددوا. احنا لدينا في الوعي الشعبي طبعا الاعلام بشكل كبير، انما هو يؤجج وينحاز بشكل كامل هنا في الولايات المتحدة إلى جانب الإسرائيلي، لدرجة أننا وجدنا أن السي إن إن الأمريكية إنما هي تشير وتقول إنها أجرت تحقيقا استقصائيا وأثبتت أنه تم قصف المستشفى عن طريق أسلحة عن طريق فلسطينيين، غير أن نيويورك تايمز في تحقيق استقصائي تم مؤخرا تم نشره بالأمس أثبت بشكل كبير أن استهداف أن الأدلة التي استعانت بها سواء أجهزة الاستخبارات الأمريكية وقالت أنه يرجح أن الفلسطينيين هم من فعلوها، أو حتى CNN أو حتى BBC، أن كل ذلك غير صحيح وأن هذه الرواية لا غير دقيقة. لكن على فيما يخص الإعلام وفيما يخص تأييد الإعلام لإسرائيل، ففي بداية الأزمة كان هناك دعم كامل. نلاحظ في الفترات الأخيرة في الأيام الأخيرة تراجع هذا الدعم الإعلامي الكبير. نحن وجدنا أصوات فلسطينية وعربية وحتى أمريكية تظهر على قنوات
نحن شهدنا مداخلة الملكة رانيا على CNN الأمريكية، وقبلها شاهدنا باسم يوسف، وشاهدنا عدد كبير من الباحثين والإعلاميين والمثقفين العرب مع مختلف وسائل الإعلام الأجنبية. لم يحدث هذا في بداية الأزمة. نحن لدينا الآن طبعا أيضا يجب أن نشير إلى أن وعي الجيل الأصغر الأقل من 34 عاما في الولايات المتحدة إنما هو داع للحق الفلسطيني أكثر من كبار السن. 27% من الشباب أقل من 34 عاما يدعمون إسرائيل، مقابل 81% لمن هم أكبر من 65 عاما. نحن لدينا الأجيال الأكبر من 34، طبعا هذه نسبة تزداد، يعني 34 سنة فأقل، 27% فقط بيدعموا إسرائيل. النسبة هتزيد إلى أن تصل إلى 81% لمن هم أكبر من 65. من خلال استماعي حتى ومشاهداتي خلال الفترات الماضية شاهدت ذلك تراجع حدة الدعم الكبير. طبعا على مستوى الشارع هناك مظاهرات في عدد كبير من الولايات، وخاصة في المدن الكبرى. هناك مظاهرات في شيكاغو، هناك مظاهرات في العاصمة واشنطن دي سي، هناك بنسلفانيا، هناك مظاهرات في نيويورك، هناك مظاهرات في كاليفورنيا. هناك يهود يتظاهرون ضد ما يحدث للفلسطينيين في غزة. طيب سؤال أستاذ محمد، معقد جدا. المشهد ده السبب فيه إيه؟ يعني مشهد إنه من هم أقل من 34 عام بينهم 24% فقط يدعمون الكيان الصهيوني المحتل، ما السر وراء إنه انخفاض معدل الدعم لدى هذه الفئة العمرية؟ أولا طبعا على مدار السنوات الماضية هناك اللوبي الإسرائيلي ينشط بكثرة في الولايات المتحدة، ولم يكن هناك نشاط للأجيال العربية. هناك جيل ووعي جديد عربي في الولايات المتحدة، هناك نشاط لليسار مثل أوكاسيا كورتيز ومجموعتها، رشيدة طلايب، إلهام عمر، وهذه المجموعة اليسارية التي تنشط في الولايات المتحدة وبدأت تنشر وعي مختلف لم يكن موجودا لدى الأجيال السابقة. أيضا هناك تحالفات بين حركات في الولايات المتحدة مثل حركة بلاك لايف ماتر والشباب الفلسطينيين، وفي كل المظاهرات تنشط هذه الحركات وتتواجد في المظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي مختلف الأماكن، لدرجة أن إحدى المظاهرات هنا كان يقودها يهود ضد إسرائيل. هذا الوعي بدأ يتشكل مع وجود جيل جديد من العرب والفلسطينيين في الولايات المتحدة، الجيل الثاني اللي هو الشباب متعلم ويدرس في الجامعات الأمريكية ويساهم في تغيير هذا الوعي. نيكي هيلي المرشحة التي ترغب المرشحة المحتملة الانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة كانت تتحدث عن هذا الصراع، وفوجئت بهجوم من أحد الحاضرين واتهامات لها بأنها تدعم إسرائيل. وهذا يحدث أيضا في أي محفل سياسي الآن، أي سياسي يتواجد في مكان ما يوجد بعض الأشخاص يتظاهرون ويطالبون بوقف إطلاق النار ويطالبون ويعترضون على الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في غزة ويطالبون بحقوق الفلسطينيين. عظيم. أيضا عظيم. كمل أنا معاك. كمان الجامعات هناك نشاط كبير لطلاب الجامعات، هناك أقسام لدراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية،
ويسهر الطلاب وتقام هناك مظاهرات في بعض الأحيان وندوات يعرف الطلاب من خلالها أساس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهذا الوعي يتشكل، هناك موظفون في الخارجية الأمريكية إنما هم يعترضون على الموقف الأمريكي الحالي. ونحن رأينا منذ أيام استقالة أحد الشخصيات المهمة المسؤولة عن الأسلحة في الخارجية الأمريكية لاعتبارات تتعلق بأن ما تفعله الولايات المتحدة إنما هو ضد أخلاقيات التي تنادي بها إدارة الرئيس جو بايدن. صحيح 100%. هذا الوعي يتشكل بشكل كبير في الولايات المتحدة وبنلاحظه في النقاشات مع مختلف المواطنين ومختلف الأطياف في المجتمع. إذن بنشاط ملحوظ من مجموعات يسارية أمريكية ونشاط أيضا ملحوظ من المجموعات العربية سواء إذا كانوا فلسطينيين أو جنسيات أخرى من الأجيال الثانية أو حتى الثالثة من المهاجرين العرب للولايات المتحدة الأمريكية من خلال أنشطتهم داخل الأكاديميات أو الجامعات استطاعوا خلق شيء من الوعي بخصوص القضية العربية. أنا بشكرك جدا كاتب الصحفي الأستاذ محمد البديوي المتخصص في الشأن الأمريكي.